اهلا بحضراتكم من جديد، منورني في الاستوديو بقى كابتني وصديقي كابتن سعيد لطفي، طبعا لاعب من لاعيبه نادي الزمالك السابقين. اهلا بك يا ابو كابتن، وحشني حبيبي. يا استاذ محمد ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ انت لو وحشني كده كتير تغيب والله عني طول الفتره دي، مش تسال علينا حبيبي ابو حميد. والله انا دايما متابعك بقى في التلفزيون وفي قناه الزمالك، منور دايما ومتالق، ويعني ربنا يوفقك. فانا مقصر معاك، معلش انا على طول في الشرقيه الفتره اللي فاتت في الزقازيق، هنتكلم في حاجات كتير جدا النهارده، فبعيد شويه عن القاهره الفتره اللي فاتت، باجي بس يومين كده زياره وارجع تاني بقى عندي حلقه بتاعك، فما بشوفش ولادي كتير والله. الله يكون في عونك، وهنتكلم في يخليك. تفاصيل كتير طبعا. ابو الكباتن مختص بشكل كبير جدا في دوري الدرجه الثانيه والدوري في منافسه هنتكلم فيه، ولكن في النص الثاني من الحوار، وعايز ابدا مع حضرتك من اللقاء اللي فات، الترجي اللي فات. تمام، تابعت اللقاء ازاي، وشايف الزمالك محتاج ايه عشان يعود بقوه في اللقاء اللي جاي؟ يمكن انا كنت متواجد من فتره، من حوالي شهر كده او اقل من شهر، مع الزميله مها صحيح في برنامج اخبارنا، وكنا بنتكلم على اللي كنت قبل مباراه فيوتشر اللي الزمالك كسب فيها. حلو. فكان الزمالك برضه نتائج ما كانتش على المستوى، فاتكلمنا قلنا ان مباراه فيوتشر دي اللي تولى فيها المسؤوليه كابتن اسامه نبيه. وكنت بقول ان فيريرا الفتره دي يعني سوء التوفيق خلاص ملازمه، فيعني اتمنى ان اسامه يكمل، ولكن طبعا اسامه مسك مباراه جه بعد كده رجع فيريرا والامور خلاص، يعني ده احنا بنحترم طبعا قرار الاداره وكمل، ولكن برضه حتى الان الامور غير يعني مستقره مع فيريرا. احنا بنتمنى ان الامور يعني الامور تمشي، وان العجله تدور، وان النتائج تتحسن. بس انا اشكرك يا ابو الكباتن انك ما قلتش زي ما اغلب الناس بتقول وطلعت تشكك في الراجل اللي كانوا بيمجدوا فيه من اسبوعين ثلاثه، فجاه طالعين يقولوا ده ما عندوش وطلع بيعمل بعض الاخطاء. عنده اخطاء بطبيعه الحال، ولكن ما حدش يقدر يقلل من قيمه فرير. مستحيل. بص، هو من افضل المديرين الفنيين الاجانب اللي تولوا المسؤوليه في نادي الزمالك، بس احنا ما ينفعش يبقى هو ماشي بشكل وحش ونطلع نقول ان هو شغال ننتقد. بشكل لا بالعكس، نقول في اخطاء، في واحد اخطاء اتنين تلاته، وبننتقد وبندعم الراجل لكن ما قلتش ان هو ما عملش وما لا يا جماعه، مستحيل، ازاي عمل يعني؟ كتير وده معشوق جماهير الزمالك، كفايه اللي عمله مع الزمالك السنه اللي فاتت وكلنا بنحبه، لكن احنا بنحب نادي الزمالك اكتر من اي حد، هي دي النقطه. انا بحب نادي الزمالك اكتر من اي حد، هيبقى في خطا بقول ان انا ممكن في قناه الزمالك لازم بدافع، ولازم وده حق نادي الزمالك عليا، صحيح ان احنا لازم ندعم، ولكن احنا بنقول برضو ان في بس في والله الخطا هنا. احنا دلوقتي الراجل متولي المهمه هو مسؤول كمدير فني، عنده اخطاء، عنده اخطاء، ماتش الترجي كان فيه اخطاء، كان فيه اخطاء عنده، ولكن بندعم ومستمرين في الدعم، ان هو بندعم بقوه وبننتقد نقد بناء، نقد بناء لبناء نادينا بشكل جيد. لازم يبقى ابقى صريح مع المشاهد اللي بيتفرج عليا ان هو الراجل بيقول فعلا احنا يعني زي ما الراجل زملكاوي بس نفسه نتائج تتحسن، ولكن واحنا كلنا هنا طبعًا موجودين عشان ايه؟ عشان مصلحه نادي الزمالك. طبعا هدفنا اولا واخيرا مصلحه نادي الزمالك، اكيد. فده اللي احنا حتى لو قلنا نقد، نقد بيكون بناء علشان نبني نادينا ومن حبنا وغيرتنا على تيشيرت نادي الزمالك. شايف كان المفروض فيريرا يتعامل ازاي مع اللقاء اللي فات، ويجهز ازاي للقاء الترجي اللي جاي؟ بص هقول لك على حاجه، هو من اللقاء من بدايته يمكن تحس ان الزمالك برضو مش هو تيم نادي الزمالك. خلينا متفقين برضو عشان نبقى يعني ندي كل واحد حقه. صحيح. ان الخامه اللي مشيت برضو، اللعيبه اللي مشيت، ساسي، بن شرقي، طارق حامد، امام عاشور، لعيبه طبعا صعب تتعوض. انت بتحاول تجيب البديل اللي هو القريب منها، لكن انت في عندك دي، معلش، دي لعيبه كانت لعيبه بتشيل فرق، يعني اللعيبه اللي مشيت دي ابو حميد لعيبه تقيله جدا، ولعيبه كانت عملت يعني وصلت لدرجه الانسجام مع زميله طبعا في مع التيم، مع الفريق، كان تيم نادي الزمالك حاجه تانية. دلوقتي انت برضه كاداره بتحاولت ان انت تدعم، ولكن حاولت تجيب الافضل اللي موجود، بس للاسف مش الخامه اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها. انا ساعات بحط مكاني، نفسي مكان الجمهور، والجمهور هيقول طب ما احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت من غير ساسي ومن غير طارق، بس انت كان كان كان, كان لا انا معاك، انا قصدي على الماتش اللي فات، يعني الزمالك لحد يوم 25/12 تحديدا كان بطل الدوري، متصدر، كسبان، ماشي بشكل جيد لحد 2 يناير كمان. لحد اول ماتش في السنه الجديده. فاكيد حصل دروبات، ما هو نفس الفريق، نفس اللعيبه دي. هل كان مثلا المفروض يكون في راحه للعيبه؟ هل يكون اللعيبه بتحفزهم ما كانش افضل حاجه؟ يعني في دروب حصل فجأة. بص احنا بنلف حوالين
حلقه معانا زي ما بيقولوا كده. انا انت عارف انا بطبيعتي صريح طبعا. انا قلت بالفتره اللي فاتت ان فريرة وقته انتهى مع نادي الزمالك، وجهه نظري الشخصيه، وقلتها الفتره اللي فاتت ان فريرة التوفيق غايب عنه. يعني انا معلش حضرتك، انت ممكن تبقى حكم واحسن حكم في العالم والتوفيق غايب عنك فتره، تبقى افضل لعيب في العالم والتوفيق غايب عنك فتره. انا شخصيا كنت بلعب في نادي الزمالك مثلا او في اي فريق، انا في ناشئين زمان كنت هداف دوري الناشئين كله، هداف النادي. كان بيجي لي اوقات الكره على الخط، ما بقى على الخط واحطها تطلع بره ماتش واثنين وثلاثه وخمسه. انت عملت ازاي مع الفتره دي؟ اقعد التعامل انك تريح. اريح. فانا يجي المدير الفني، كنت لسه صغير ما اعرفش حاجه، يقول لي انت رقم واحد عندي، بس انت مش من مصلحتك ان انت ازعل ان انا قعدت. يقول لي يا حبيبي انا عشان ما اخلصش عليك في الملعب ريح. اريح اول مباراه انزل من على الدكه اجيب جول. ليه؟ حصل تشينج، حصل تغيير، فانت على طول خلاص بتبدا الدنيا واقفه معاك. اقعد ريح عشان ترجع تجيب جول، عشان ترجع تشتغل تاني، تبدا تاني من اول ماتش. هل فريرة محتاج يقعد بعض اللاعبين؟ نسأل على اللاعبين الاول بعد كده هيجي على فريرة. بص هو عشان برضه ندي الراجل حقه، الراجل بيشتغل بالافضل. الراجل بيشتغل. هل مثلا محتاج يريح زيزو؟ هل محتاج يريح زيزو في أسوأ حالاته من افضل لعيبه الزمالك في أسوأ حالاته؟ احترمك طبعا. يعني زيزو في أسوأ، زيزو مش في حالته بقاله فتره، وزيزو لعيب مؤثر، بس هو مش في افضل حالته، ان الفريق كله مش في افضل حالته، بس هو هيفضل المنور. بس زيزو جه وقت الفرقه كانت ممكن تبقى وحشه، كان هو اللي بيشيل، هو اللي شايل. خلينا يعني تسديده بطريقه الماتش بتاع الترجي اللي فات، زيزو شاط كوره في اول دقيقتين كانت ممكن تخلص الماتش، ممكن تيجي جول. برافو عليك، خلص الماتش. عشان كده بقول لك زيزو في أسوأ حالاته لازم يبقى موجود في الملعب، ما ينفعش. هو يعني في بعض الاوقات مثلا يبدا بشيكابالا، بعض الاوقات بقاله ماتشين ثلاثه بيبدا بشيكابالا. شيكابالا انا شايف ماتش الترجي ده كان ممكن يصبر على شيكابالا، يعني انا اكتر واحد بنادي ان شيكابالا يبقى موجود. كان يكون تبديله في الشوط الثاني، تبديله في الشوط الثاني هجوميه. هجوميه، وبعدين انت لعبت شيكابالا، وشيكابالا برضه السن كتر خيره، ما يلعبش المده دي كلها. شيكا كان بيرجع لحد منطقه جزاء الزمالك يدافع صراحه، يعني كلام سليم. يعني انت المباراه دي شيكابالا عمل فيها مجهود جبار، يعني سن ال 20 سنه زي ما بيقولوا، لكن انت خد وقت كتير قوي. يعني شيكابالا كان ممكن مثلا شوط و10 دقايق ويخرج. لو انت بدات بيه، الافضل لشيكابالا ما كانش يبدا المباراه دي، كان يبقى معاك بعد ربع ساعه او 10 دقايق ينزل يقدر يعمل لك حاجه. الشوط الثاني، الشوط الثاني خاصه كمان ان لعيبه الترجي معروفه بالقوه الجسمانيه، باللياقه البدنيه العاليه، فبرضه خلي بالك يعني انت محتاج ناس تقدر تدافع كويس خلال في المباراه. انت بدات، انا كان يعني بشوفت شيكابالا من بدايه المباراه، انا قلت لا دي بدايه خطا لفريرة. كان يبدا بمين؟ كان ممكن يبدا بيوسف، يوسف اسامه نبي طبعا. هيبدا يوسف ليه؟ لانه يوسف اسامه صغير في السن، سرعات وسرعات وهيجاري اللعيبه والاطوال والصحه، لكن انت راجل شيكابالا كتر خيره، الراجل ده انت بتحتاجه في وقت معين. كان ممكن الشوط الثاني، رغم ان انا اشدت بيه في مباراه بدا بيه بشيكابالا قبليها، كنا كسبناها ما اعرفش كانت مباراه ايه، كان في كان لقاء في الدوري وقدرنا نفوز بيه، بدا بشيكابالا وكان ليه انا ضاغط من بدايه المباراه، لكن انا في الترجي مش هقدر العب في الظروف اللي انا فيها دي، وفي الحاله اللي انا فيها الفنيه، ان انا والظروف ان انا اروح العب جيم مفتوح قوي مع الترجي في الترجي. انا بالنسبه لي كنت خدت بونت المباراه دي، بالنسبه لي نفسيا انا يديني دفعه، وبرده كويس اقدر اكسب. من وجهه نظر حضرتك انزل يوسف اسامه كوينج ليفت طبعا، ممكن الشوط الثاني اسحب مثلا عمرو السيسي وانزل شيكابالا، انا بلعب باثنين فراوده قدام يوسف اسامه وسيف جعفر وشيكا وزيزو الاثنين وينجات. تمام، يبقى انا عندي خلي خط النص اثنين واقفين في نص الملعب. مظبوط، يبقى انا برضو في نفس الوقت شغال بعنصر الخبره والشباب مع بعض. لكن انت بدات بشيكابالا برضو، والضغط عليه كان قوي جدا، وانت عارف كمان الناحيه اللي هي بيلعب الناحيه اللي بيلعب عليها شيكابالا هي من اقوى الجبهات في الترجي. فده كان من ضمن اخطاء فريرة في التبديلات، اتاخرت كتير. التبديلات اتاخرت، ما هو منهم شيكابالا. شيكابالا انت هلكت طول المباراه وخلاص، الراجل مش قادر وسايبه في الملعب. فانت بدات بيه يبقى خلاص بعد 10 دقايق ربع ساعه الشوط الثاني خرجوا. هو كمل شيكابالا لوقت طويل. عبد الشافي برضه اجهد صراحه. عبد الشافي خلي بالك، عبد الشافي برضه يعني الراجل بيقاتل وبيحاول، ولكن يا جماعه السن، يا جماعه برضه خلي بالك يا ابو حميد، السن له حكمه، دي حاجه خارجه عن ارادتنا. انت ال 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 انت بتلعب اقوى، يعني مش عايز اقول اقوى فريق في افريقيا، من اقوى 3 4 فرق في افريقيا، من الصفوه. فانت برضو خلي بالك كنت محتاج قوي حته عنصر الشباب شويه، لان تقدر تجاري الناس دي، فهو ما بصلهاش بشكل دي برضو من ضمن اخطائه في المباراه. ولكن ما فيش شك ان جمهور الزمالك كله بيحب فريرة طبعا، وكان لما مشي الفتره اللي فاتت كان زعلان وطالب ان هو يرجع، وحصل والاداره رجعت فريرة.
احنا بنتكلم بقى ان احنا عايزين بقى ايه، عايزين ننسى المباراه اللي فاتت. كان ممكن وانت في برضه كان ممكن تتعادل، وكان في بعض الحاجات الفرص اللي هي ممكن تقدر على استحياء برضه عشان نبقى منصفين يعني. الزمالك ما ادكش الايحاء ان هو ممكن يكسب المباراه من بدايتها. الترجي كان هو الاخطر، وكان هو اللي بيوصل، وكان هو اللي بيضيع. احنا كنا جيدين لحد الهدف يعني، بس انا يعني ايه، كان اقصى طموحي في المباراه ان انا اخرج متعادل، انا كراجل اللي هو شايف الملعب ان انا اتعادل، لكن انا كنت اكسب هناك اللعيبه ما ادتنيش الايحاء ان انا اكسب المباراه. ولكن خلاص المباراه انتهت واحنا خسرنا، واحنا عارفين ان مباراه الترجي من اصعب المباراه، اصعب مباراه يعني، هي وشباب بلوزداد بره. احنا قدرنا نخلص منهم العبور والصعود، ولكن عايز اتكلم في نقطه عشان بس الجماهير ما تفهمناش غلط. ان ابو الكباتن قال كان شايف من فتره ان فريرا خلاص طريقته انتهى مع الزمالك. قلت لك اتكلم على اللعيب الاول وارجع لفريرا. طب اللعيب انا اقدر اريحه، المدرب هل هنتعامل زي زمان ونرجع نقول ما ينفعش اتعامل بالقطعه، ما ينفعش مدرب يخسر ماتشين ثلاثه او يخفق في بعض الحاجات امشيه واجيب واحد تاني فاخش في دوامه اللي جاي مش هلحق يجهز فنخرج برضه من البطوله والدوري يروح لا. ويبدا موسم الجديد نخش في دوامه كبيره جدا. هل مش المفروض افضل نستقر مع الراجل ونشوف نهايه الموسم يقدر، او حتى نهايه عقده يقدر يعمل ايه؟ دي وجهه نظرك تحترمها، احترمها وجهه نظرك طبعا. طبعا هنتناقش علشان نحط الراي والراي الاخر للجمهور. جميل. لا انا كانت وجهه نظري الشخصيه ان فريرا الفتره اللي فاتت كان يعني هو برضه خلي بالك ازاي النادي معذور، ما هو برضه في مبلغ 15 مليون جنيه، هتجيب منين 15 مليون جنيه شرط جزائي؟ والراجل ما بنقولش ان هو وحش، راجل طبعا من افضل المدربين اللي تولوا مسؤوليه نادي الزمالك، ولكن غياب التوفيق عنه. بس خلي بالك في مدرب ممكن تقول ليه لا ده لازم يمشي، مش محتاجه كلام، ده انا اقصده. وفي مدرب تختلف تتفق عليه، يعني ممكن انا وانت نختلف على فريرا، انا ممكن اقول له ما انا شايف ان فريرا يمشي، تقول لي لا ما يمشيش، وجمهور كتير جدا مؤيد بقاء فريرا، وفي ناس بتأيد رحيل فيرير. فقصدي ان هو ايه، لا طب بس ده في شرط جزائي 15 مليون، في الحاله دي لا خلاص يكمل ما فيش مشكله. يعني قصدي ان هو النتائج مثلا مش خلاص يعني، انت شايف لا الدنيا واقعه. لا ما هو لو الراجل هيوقع الفريق هتصرف في شرط ما جزائي. ما هو لا يعني هو مش بص اصل انا كقاضي ماليش راي في الموضوع ده، لكن انا بقول وجهات النظر كلها عشان موضوع الطرح ما بقاش عدنائي. جميل. في نص كده وجهات النظر كلها، في وجهه نظر تقول يبقى ونكمل ونشوف هيحصل ايه، وجهه نظر تانية بتقول لا ما ينفعش وشكرا، وجهه نظر تالتة بتقول لازم كابتن اسامه والجهاز المعاون يتكلم معاه والناس تتكلم معاه لا ما على بعض. اسمع كلام معاه. ايه ايه الثلاث حاجات حضرتك؟ انا وجهه حضرتك نظري وجهه نظرك ايه؟ تاني الحل التاني ان هو كان يرحل وكان يجي اسامه نبيه، ومباراه فيوتشر مش هتقولي من مباراه، بس تحس ان الفريق بص في وقت من الاوقات لعيب الكوره بيوصل لمرحلة مع المدرب خلاص ان هو مرحلة اللامبالاة، ان هو خلاص في الوضع ده زي اللعيب اللي هو بيقول لك بيبقى كويس وبيبقى قافلة معاه ويقعد يغير فيجي يبتدي ايه يحس ان في جديد بالنسبة له، فتلاقيه يعني ينتعش ويتألق ويجيب. ودايما لو تلاحظ اغلب التغييرات اللي كانت بتحصل في المدربين بتبقى بنسبة 90% ايجابية، في تغييرات بتبقى مثلا الفرقة ماشية وحش يجي يشيل مدرب ويجيب مدرب، فتلاقي باتشيكو مع بيراميدز وده وانا اكتر واحد قال ايه على تركيز جونياس، قلت ان هو معلش مدرب كوره، سوري في الله قلت مدرب كوره هجاص، مفيش كوره. مع احترامنا ليه يعني مدرب كوره لا هو وعنده مدرسه معينه، مدرسه بس المدرسه بص ما بتاكلش عيش في الكوره المصريه. اول واحد قال الكلام ده لعبد لله، خلي بالك قلت الراجل ده بيلعب بالشكل، لكن ان هو يقدر يكسب او ان هو ياخد بطوله او ان هو يقعد فرقه زي دجله كان سبب في نزولها، قلت لا ليه احنا انت طريقه لعبه بتنفع مع ايه، مع الفرقه اللي بتلعب ما تلعبش على بطوله ولا تلعب على الفرقه اللي في الوسط. في الدوري المصري شايف بيقدموا اداء وابهار ونتائج قويه اربع خمس تقاط ورا بعض؟ لا ما كان ايمن الرمادي كان ماشي بشكل كويس في بدايه يعني تواليه مهمه بصراحه، كسب كام مباراه ورا بعض، اسوان دي مفاجاه، والنهارده حتى كسب غزل المحله، غزل المحله من الفرق القويه جدا وسابت دوري ممتاز النهارده. اسوان كمان فقدت الاثنين لاعب مهمين بالحاج، وعنده كمان في فرود عنده اصابه وقدروا بيخسروا اتعادلوا ماتش ولكن بيستفيدوا. افضل اثنين لعيبه في الفرقه وبيكسب غزل المحله النهارده ونتائجه يعني، لا خلينا نشيد بايمن رمادي. انا بصراحه لما قبل كده كنت ايمن رمادي اقول امبارح المباراه كانت النهارده ولا امبارح؟ امبارح متهيألي اعتقد مش عارف النهارده ولا امبارح، بس متهيألي النهارده. كانت الساعه 3 صحيح. الساعه 3 كانت الساعه 3
فلا كان لقاء صعب على فكره طبعا، كان 2-1. بقول لك 2-1 يعني، انت بتلعب غزل المحله صعب تكسب غزل المحله في ملعبها او بره ملعبها. فايمن رمادي من المدربين الكويسين اللي عمل نتائج كويسه جدا السنه الخانيه دي لحقه. عايز اشيد بقى بمدرب تعرض لهجوم كبير جدا الفتره اللي فاتت، كابتن شوقي غريب. مع مقاولين هجوم شرس على شوقي غريب، ولما كان ماسك المنتخبات كابتن شوقي غريب. طب ما شوقي، كابتن شوقي غريب خد قال لك ده عشان هنا بوريده والكلام ده، واخد مع مع جيل 97 بطوله المنتخب الاولمبي. فكره الانتقاد ساعتها ما كانش على شخص كابتن شوقي، هي الفكره في انا النهارده جبت كابتن سعيد، جبته عشان يمسك نادي الزمالك، فجاه الزمالك اخفق في حاجه فمشيت كابتن سعيد، بعدها بسنه انت مرجع كابتن سعيد تمام اخفق فمشيته، اه فبعدها بسنه انت جايب كابتن سعيد خلاص بقى. فانا بدات تقول هو مفيش اوبشن، مفيش غيره لمنتخب الاولمبي غير كابتن شوقي، مش المشكله. ما طب مشيناه ليه؟ دي ما كانتش مشكله. طبعا دي مع كابتن شوقي، دي بقى على المسؤولين اللي عملوا اللي اخذوا القرار ده بالاستبعاد وبالرجوع مره اخرى. انا متفق معاك، بس بقول ايه، تعرض لحمله كبيره جدا دلوقتي من افضل المدربين في الدوري. طبعا لازم نشيد بيه، نشيد بعلي ماهر طبعا، الموسم ده افضل من الموسم اللي فات مع فيوتشر. باتشيكو يعني انت اخذتها من على لساني، باتشيكو واضح الفرق بينه وبين تكيس جونياس. باتشيكو اتعادل الماتش اللي فات، بيراميدز اتعادل معرفش مع فيوتشر باين، كان حاله حزن رهيبه يعني، عمل اللعيبه حافز، تحس ان اللعيبه بدات تادي بشكل قوي، في شكل تحس ببيراميدز. باتشيكو لو كان مع بيراميدز السنه اللي فاتت كان ممكن بقى له شكل افضل من كده، وكان ممكن ينافس بقوه على مسابقه الدوري. يعني في مدربين لازم نقول، هل في مدربين مصريين يقدروا ياخدوا الفرص بشكل كبير الفتره الجايه؟ ان انا عندي غيره دايما على المدرب المصري، وشايف ان احنا عندنا كوادر لكن مش واخدين حقها. ياخدوا فرص بالنسبه فين؟ في انهي في الانديه في الدوري الممتاز ثم المنتخب بعد كده، او ثم منتخبات الشباب والاولمبي. عندنا مدربين كتير كويسين، وفي مدربين شغالين في الدرجه الثانيه. هنيجي لسه الدرجه الثانيه، ما انا بقول لك يعني ما هو كل ما بص كل المدربين دول اشتغلوا في الدرجه الثانيه، اللي انت شايفهم دول بدا بدايته في الدرجه الثانيه، وفي بدا في الدرجه الثالثه، وفي بدا في الناشئين. فما فيش مدرب بيمسك كده زي ما حسام حسن بطل مسك نادرا ما بتلاقي، احمد حسام بيبقوا دول بيبقوا النجوم الكبار قوي. لكن كل بقى المدربين تشوفهم دول كله اشتغل بلاقها من تحت. فعندنا طبعا مدربين كويسين، انا اشتغلت مع مدربين في الدرجه الثانيه افضل من اسماء كبيره كانت في الدوري الممتاز فتره التسعينات والالفينات. على ذكر كابتن احمد حسام ميدو، هل شايف كابتن احمد حسام ميدو مع الاسماعيلي اتظلم، ولا الوقت ما كانش يسمح لوجود كابتن احمد حسام ميدو؟ ليس في الامكان افضل مما كان، يعني عمل بصراحه يعني مجهود كبير جدا في ظل جو وظروف صعبه جدا احمد حسام ميدو. ولكن انا شايف الفتره اللي فاتت دي، وقلت من بدايه وباكد على ان حمزه الجمل هو الانسب. مش معنى حمزه الجمل ان هو الانسب في المكان ده ان هو احسن من احمد حسام ميدو، لا، انا بتكلم على ظروف. اثنين كباتن كبار يعني. طبعا انا بتكلم ان حمزه الجمل راجل حفظ المكان. كابتن حمزه بيجي بيستفيقوا كام ماتش، يعدوا من الازمه يغيروه. لا ما هو ده اللي حصل، مشكلة هو اكلته غلط، كانت غلط. الراجل قعد بالفرقه كله، قال لك السنه اللي فاتت الاسماعيلي نزل خلاص، قال لك لو قعد يقعد بمعجزه. مين عمل المعجزه؟ كابتن حمزه الجمل. حمزه الجمل، يبقى حمزه الجمل وما كانش جايب اللعيبه، جاي على الفرقه في نص الموسم. يبقى انا اعمل ايه مع راجل عمل كده معايا؟ اجدد في الثقه وادي له مساحه ان هو يجيب اللعيبه اللي هو عايزها. ده نجح السنه اللي فاتت بلعيبه هو مش جايبها والفرقه كانت نازله. لما يقعد ده بالفريق يبقى انا لا خلاص ما افتريش عليه. هو السنه دي هيقدر يحقق المعجزه المره تم الافتراء على حمزه الجمل السنه اللي فاتت. انا بكلمك بس بصراحه ان هو قال لك خلاص احنا قعدنا نجيب بقى نمشيهم، نجيب مدرب اجنبي. جابوا مدرب من افشل المدربين اللي اشتغلوا في مصر، جريدو. مدرب يعني قليل جدا في الكوره. جابوا صفقات، جابوا النجاز وبس، وجابوا صفقات وصلاح صفقات وحشه. فطبعا كان دي النتيجه، رجع تاني هو في الاخر جاب حمزه الجمل بعد. لكن ميدو نجح، انا شايف ان ميدو نجح يعني بعض ما مع النادي الاسماعيلي، ولكن كان استمراريه ميدو مع الاسماعيلي عشان ان هو يقعد يوم كانت هتبقى فيها صعوبه. وميدو انا بشكره على الفتره اللي قعدها مع النادي الاسماعيلي، انه فعلا عمل حاجات كتير جدا كويسه، وقدر يجمع اللعيبه حواليه، وقدر يجمع جمهور الاسماعيليه كله بيحب حب ميدو فعلا، وتعلق بيه وزعل لما هو مشي. ولكن ميدو كان ممكن يقابل في الاخر موقف كان ياثر عليه في مسيرته التدريبيه، ان هو ينزل الاسماعيلي في خطر ولا مش في خطر؟ في خطر طبعا. هيقدر يحقق المعجزه للمره الثانيه او لا؟ لا بص، الاسماعيلي السنه دي حتى الان مهمته اسهل من السنه اللي فاتت. الفتره اللي احنا فيها دي مهمته اسهل، لان ترتيبه لو ماتش واحد هيكسبه هيطلع ثلاث اربع مراكز. هنكمل كلامنا على الاسماعيلي وعن بقيه انديه الدوري، وتحديدا عن لقاء الزمالك القادم مع بيراميدز يوم الجمعه، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. ب
بس مكملين مع حضراتكم، منورني كابتن سعيد لطفي، وبنتكلم مع بعض عن اللقاء الجاي الزمالك وبيراميدز. شايف الزمالك يستعد ازاي لفريق من اقوى الفرق في الدوري المصري اخر، مش بس موسم، اخر 3 4 مواسم، محافظ على مكانته والسنه دي طمعان في الدوري. شايف ازاي الزمالك يتعامل مع السكواد القوي ده، مع مدير فني قوي باتشيكو؟ بص، بيقول لك في مثل، بيقول لك قليل البخت يلاقي العظم في اللحمه زي ما بيقولوا يعني. فانت الظروف عندك مش متظبطه، وجاي راجع على مين؟ على بيراميدز، بتلعب تاني الدوري الممتاز اللي هو فوقك في الترتيب، وفرقه بتتم سكواد من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، ومحتاج اكسب عشان استعيد مكانتي. والتعادل نفسه مش هيعمل لك حاجه، محتاج تكسب. فطبعا تعادل لمصلحه فيوتشر، طبعا فيوتشر وفي والاهلي. فاحنا بالنسبه لنا لازم نكسب المباراه دي ان شاء الله عشان ندخل في المنافسه، لان اي تعثر تاني بتبعد بطريقه كبيره. احنا دلوقتي بعيد، بس عندنا امل زي ما حصل السنه اللي فاتت ان شاء الله ان احنا نرجع ونستعيد. اكسب انا وانا مكسبي هيأثر على نفسي. وارد بقى ان حتى في اسوء ظروف لا قدر الله لو حصل وما خدش الدوري، يبقى انا حتى الفرق بسيط مثلا، فاقل الخسائر زي ما بيقولوا. لكن المباراه اللي جايه انت مطلوب منك المكسب مع فريق منتشي، فريق معاه مدير فني حافظك، كان ماسك نادي الزمالك اللي هو باتشيكو، مدير فني طبعا كبير اكيد، عامل حاله مع الفريق. كان يمكن كانت ما اعرفش اول مباراه او ثاني مباراه ليه او ثالث مباراه ليه كانت مع الزمالك في الكاس، لما اللي هو فاز علينا بركلات الجزاء الترجيحيه. فهتبقى مباراه صعبه، يعني احنا محتاجين المباراه بقى ان فيريرا ما يبقاش فيها اي مغامرات او اي تاليف زي ما بيقولوا. احنا بنتكلم انا وانت لسه من شويه في الفاصل، فبنقول احنا ممكن نشتغل نرجع للطريقه القديمه اللي شغالين بيها، اللي هي 3 4 3. اعتقد دي ممكن يعني تظبط معانا الدنيا شويه بشكل كويس، لان كمان انت طريقه 4 4 4 2 او 4 2 3 1. لعب 4 3 3 تحديدا. الخطه بدا بعواد، وفي خط الدفاع بدا باك رايت مسلوسي، باك ليفت عبد الشافي، في قلب الدفاع عبد الغني وحسام عبد المجيد، في نص الملعب كان بيلعب بثلاثه عمر جابر وعمرو السيسي ودونجا، قدامهم ثلاثه وينج رايت شيكا، وينج ليفت زيزو، ومهاجم صريح وحيد سيف الدين الجزيري. تمام. انا اتمنى المباراه اللي جايه بقى ما يبداش بشيكا برضه. يعني انا المباراه اللي جايه انا اتمنى ان هو شيكو يبقى شيكا ده عندي بيطمني وانا بره. صحيح. يعني انت لما بتبدا بيه خلاص انت كده ما عندكش حق. انا بالنسبه لي بقول ان ما فيش حد بره ينزل يقدر يعمل الفارق. لكن لو انا مغلوب او متعادل، في الحاج ممكن ما يكون موجود. معلش بس لسه داخل مع الفرقه، مش عايز ان انا حضاي. ماشي بقى انا ضايق برضه لسه. لا احنا الحاج ممكن تديله، الله لسه ما حطش رجليه قوي. قلب الحاج ممكن يبدا والله يعملها مفاجاه ويبدا بيه، بس هو عشان بعيد يعني. يعني هو لسه داخل على الفرقه، فبرضه الماتش اللي فات ظهر بشكل جيد. ده نزله في معمعه يعني زي ما بنقول كده. يعني في نزل في ظروف صعبه، وكان يعني الى حد ما بصراحه يعني فوق الفريق 10 ربع ساعه، لعب كوره كويس. عارف بيفكرني بطارق التايب لو تفتكر، نفس طبعًا طريقه اللعب كده، نجم الليبي يعني. طبعا. انا يعني شيكابالا يبقى بديل. الحاج ان هو يبدا بيه ممكن، طالما خد مباراه وارد يبدا بيه مفيش مشكله، ولكن من الافضل برضه يبقى معاه ورقه رابحه. عندك اوزيسوف اسامه نبيه عندك يقدر يشتغل في اتجاه، وعندك زيزو برضه يشتغل في الاتجاه الثاني شمال ويمين. سيف الدين الجزيري لا غنى عنه طبعا، مفيش شك ان برضه ما عندكش البديل اللي هو تقدر تقول ان هو يشيل معاك يعني. انا عندي مشكله، ما في ناصر منسي. ناصر برضه يعني. ناصر برضه خلي بالك انت، ما بص هو في عارف، خلي بالك انت ممكن تخسر حاجات كتير. الصفقات الجديده ممكن يعني انت عارف ان في ناس قاعدين ومتربصين والصفقات، فانا ما بجيبش الصفقات الجديده اروح جاي بادئ يبقى وحش يقول لك ادي ناصر منسي. لا ما هو كان لسه بيلعبوا في الدوري ده، هو ناصر منسي وبالحاج انا فاهم كان لسه بيلعبوا من 3 اسابيع في الدوري. انا بس هو لسه على فكره بقى لهم شهر بيضربوا مع الزمالك. انا بتكلم ان دي مباراه قويه جدا. عارف لو مباراه حنينه شويه هقول لك ما فيش مشكله، لكن انا مباراه بلاعب تيم قوي، وارد ان انا اكسب، وارد اتعادل، وارد اخسر. لو انا خسرت بالصفقات الجديده المباراه دي وبدات بيها مشكله كبيره. مشكله كبيرة. على حد مهم جدا. الونش لو جاهز يبدا؟ انا شايف ان الونش وجوده ب 50% مستوى احسن من اي حد بيبقى موجود، بيدي ثقه وطول. طالما هو جاهز وفت وتمام واشتغل يلعب، وما عنديش مشكله ان انا ممكن ابدا بيه واخد منه 60 دقيقه، ولو هو لياقته البدنيه ما بتسعفوش اغيره مفيش مشاكل. فانا بتكلم ان هو اقرا يعني اكتر وقت في المباراه يقدر يظبط لي الحته اللي ورا دي. يعني مش لازم ان انا مثلا يقول لك ايه عشان اجهزه انا انزله نص ساعه، لا انا ممكن ابدا بيه واشتغل بيه وقت معين من المباراه وبعد كده اخرجه، بس انا اخد الوقت الاولاني اللي هو الاهم في المباراه، محتاج اثبت فيه اقدامي. برافو عليك.
فما عنديش مشكله لو هو يقول لك مش 100 100 ان هو ممكن يكمل 90 دقيقه خلاص اخد منه 60 دقيقه. طب لو الزمالك يلعب 3 4 3 زي ما حضرتك اخترت، اه مين الثلاثه؟ هو الونش وعبد الغني وحسام. ونش عبد الغني وحسام، ولا ونش ممكن عمر جابر ومسلوسي؟ والمسلوسي لا ممكن، المسلوسي ممكن يشتغل. المسلوسي هو اللي اجاد اصلا اجاد فيها، هو بيجيد فيها في الناحيه الدفاعيه والهجوميه شويه يعني. لو هنستخر مع بعض كده مفيش مشكله، يبقى المسلوسي. برافو عليك. ونش حسام عبد المجيد تمام، قدامهم اربعه، وممكن خلي بالك برضه عمر جابر بيلعبها، بس المسلوسي افضل ورجليه في الملعب اكتر كدفاع كدفاع او زياده عنده ضعيف قليله شويه. اربعه في خط النص، نبدا من الجبهه اليمنى. الجبهه اليمنى زيزو. زيزو هيلعب هنا، مش هيلعب قدام في الثلاثه اللي في الجبهه اليمنى. ناحيه اليمين هيبقى مثلا بتتكلم في نيمار. ما فيش غيره عندك نيمار، في عمر جابر وفي لا نيمار. لا بص، ان بيحصل الجبهه اليمنى لقدام لا نيمار طبعا في خط النص. نيمار. نيمار اوكي. نيمار بص، نيمار ده من اهم اللعيبه في الزمالك طبعا، خلي بالك. والمفروض نيمار ده يعني ما لا غنى عنه، انا بكلمك بصراحه. ما اعرفش في اوقات وفي ماتش من الماتشات، ما اعرفش ماتش الاهلي ولا ايه، بقى قعدوا ترجي ما كانش ممكن دك ماتش وماتش دك. والاهلي كمان برضو قعدوا الجبهه اليسرى في خط الوسط. ما بتكلم بقى في عبد الشافي، هو اللي موجود دلوقتي، ما فيش حد. فتوح جاهز؟ فتوح بالنسبه لك جاهز على فكره، مليون في الميه لازم يبقى فتوح على طول، اوتوماتيك فتوح. اوكي، وانت مغمض. قلب الملعب، قلب الملعب يبقى عندك عندي دونجا، دونجا وعندي رؤى وعندي بالحاج وعندي كتير، عندي السيسي وعمرو السيسي انا شايف ان دونجا ماشي، وشايف ان عمرو السيسي برضه لسه في سيف جعفر. سيف جعفر، بس سيف عنده النزعه الهجوميه بتبقى اكبر بشكل كبير جدا على الدفاع، فانا برضه خلي بالك انا بلاعب تيم قوي وتيم تقيل، فمش فبس انا عندي ميزه ان انا بلعب بثلاثه ورا، فبرضه في عندي مليئه شويه. أساسي الشخصي هيبدا بدونجا ورؤى، هو وده الاقرب، لكن انا شايف السيسي لا، محتاجين لعيب الكوره يعني اكتر. ممكن ابدا بسيف جعفر كمان عن رؤى، عن رؤى وجهه نظر انا، لو انا مسؤول، لو انا لكن اقول لك هو ممكن يعمل ايه وجهه نظر، هو يعمل كذا، لكن ايه اللي افضل ابدا ب انا ليه قلت رؤى؟ رؤى كان ماشي بشكل كويس جدا وفجاه اختفى عن الصوره، كان عنده اجهاد في اصابه، ولكن رؤى من اللعيبه اللي شال كتير الموسم اكيد طبعا، كتر خيره اشتغل يعني بشكل كبير جدا. ما قصرش بصراحه. بالحاج لو هيشارك، يشارك في نص الملعب ولا يشارك كوينج؟ لا هو الحاج هو بيشتغل في الاثنين كويسين في الناحيتين، بس هو بيلعب ناحيه الشمال كويس قوي يعني. ماتش الزمالك بيلعب ناحيه الشمال، ماتش الزمالك كان يعني بيتحرك في او خلاص بيشتغل في الحتتين كويس، ونادرا ما بتلاقي لعيب بيلعب في الحته دي بشكل كويس، ان هو بيشتغل في القلب وعلى الاطراف، هو عنده الميزه دي. وطبعا زيزو في الوينج رايت، فانت ما تقدرش تقرب ناحيه الوينج رايت دي خالص. والفيرو ممكن مين؟ تلعب في الحته ناحيه الشمال. فيرو بمين؟ فيرو سيف الدين الجزيري. انا يعني الوقت جري مع حضرتك سريعا جدا، وانا كنت سائل الجمهور النهارده مين يفوز بذا بيست كافضل لاعب، ميسي ولا امبابي ولا بنزيما؟ اشوف الجمهور وفي الاخر حضرتك برضو تقول لي اجابه سريعه. ميسي. ماشي، انا ميسي. ماشي. سيد بيقول مساء الخير عليك، هذا بص الثلاثه قدموا اداء ممتاز وسجلوا اهداف حاسمه لانديتهم منتخباتهم، بس تتويج ميسي بكاس العالم مع الارجنتين سيحصل على جائزه الافضل في العالم، وتحياتي لكل فريق العمل. اشكرك يا سيد يوسف، مساء الخير عليك يا محمد، دايما منور القناه. اشكرك طبعا بنزيما لانه عمل موسم ولا اروع في 2022، وشكرا يا قضى. شكرا ليك يا يوسف. إيمان مساء الخير يا قضاء، أتوقع مبابي لاعب مميز ويستحق جائزة الأفضل للعالم في اللاعب في العالم من وجهة نظري. أشكرك يا إيمان. بص ثلاثة محدش مستقر. مساء الخير يا قضاء، ده وائل دايما منور القناة. أشكرك يا وائل، من وجهة نظري مبابي يستحق جائزة الأفضل في العالم، وتحياتي ليك ولكل فريق العمل. شكرا يا وائل. أبو مالك بيقول مساء الخير عليك يا محمد، منور كالعادة. أشكرك. يستحق جائزة الأفضل لاعب ميسي، برغم إنه أنا ما بحبش ميسي. أخي حتى ما بيحبش ميسي، أنا بحبه، أنا محبين كريستيانو، وأتمنى اللي ياخد الجائزة كريم بنزيما. تحياتي ليك ولكل متابعي. يعني هو بيحبش ميسي بس قال لك أتوقع ميسي وكان أتمنى بنزيما. ماشي، أشكرك يا أبو مالك. أبو مالك زياد مساء الخير عليك يا محمد، دايما منور قناة زمالك، من وجهة نظري أتوقع كيليان مبابي هو يستحق جائزة الأفضل في العالم، زملكاوي وأفتخر. شكرا ليك يا زياد. ايه مساء الخير يا محمد، مساء الفل يا ايه، ده منور قناه نادينا الحبيب. اشكرك، من وجهه نظري بنزيما يستحق جائزه الافضل في العالم، وزملكاوي وافتخر. ابو الكباتن مين اللي يستحق؟ ميسي، مع اني انا بحبه، انا يعني ميسي مش ما ينفعش، ما ينفعش، لا انا بحب رونالدو. ماشي، بس ما ينفعش ما نحبش ميسي. لا، مين اللي ما يحبش ميسي؟ بالظبط، صح كده؟ ما يحبش. لا طب انا بس بقول لك هو يستحقها، يعني كلمه الحق تتقال. يعني يا ابو الكباتن نورتني وشرفتني، ودايما مع بعض، واتمنى ان شاء الله نبارك لبعض بعد ماتش الزمالك وبيراميدز يا رب ان شاء الله باذن الله. انت في الخير كده ان شاء الله. بشكرك وبشكر طبعا الساده المشاهدين جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لحضراتكم، شكرا لكل فريق العمل، دايما مساءكم ابيض بخط الحمر.